السؤال الثالث، مين هو مخرج فيلم عسل اسود؟ عسل اسود على دماغك، ايه رايك بقى؟ شوفي انا طول عمري بكره السينما، لو سالتيني في اي حاجه اي حاجه تخطر على بالك هتلاقيني بجاوب لب لب. الفيلم ده كان لسه في بالي، اصل ليا معاه حته ذكرى. اخلصي، هتعرفي تلمحيني بحاجه؟ ما هو انا اصلي يا بابا لو لمحت لك مضطره ان انا اعترف لك بسر. لا، ما هو مش برنامج اعترافات ليليه. خلصي. استني استني، ما اشوف البنت دي مخبيه عليا ايه. اصل زمان من فتره وانا صغيره كنت مرتبطه بشاب يعني، وكان معجب بيا وكده، وكنت مرتبطه بيه. ساعتها انا رحت لماما واعترفت لها بكل حاجه، وهي حذرتني منه، قالت لي ده شكله واد لعبي وبيلعب بيكي، وانا ما صدقتهاش لحد ما اكتشفت ان هو فعلا بيلعب بيا وبيكلم واحده صاحبتي من ورايا، وكل الكلام الحلو اللي كان بيقوله لي كان برضه بيقوله لها. ساعتها انا اكتئبت وانعزلت ورحت لماما اعيط، قلت لها يا ماما انت كان عندك حق، انت صح، انا اللي ما كنتش شايفه الصوره كويس. ساعتها ماما خدتني ودتني السينما وفرجتني على الفيلم ده، حركه ما فيش ولا واحده من صحباتي فكرت انها تعملها معايا. يا حبيبتي انت بنتي وصاحبتك يا عبيطه. على العموم امك كانت قايله لي على كل حاجه، امك عمرها ما خبت علي حاجه تخصكم. ست اصيله جميلة ما تعوضش، حمار اللي يسيبها. إنما اقتراح السينما كان اقتراحي أنا يا بنتي. واتفقت أنا وأبوكي إن إحنا ما نقولكيش حاجة، وكان بيراقبك وبيراقب الموضوع من بعيد. بابا، ماما، أنا إزاي بحبكوا قوي كده؟ إيه 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 ده؟